يقول: أعاني من كثرة الوساوس العظيمة، وهي أحيانا في جهة الشبهات في الله، وأحيانا من الشهوات، فبماذا تنصحني وما هو العلاج لهذه الوساوس؟ وساوس لا تضرك، اتركها ولا تضرك إن شاء الله، واستعذ بالله من الشيطان، ولا تتكلم فيها أو تعمل بها، مجرد أنها تخطر ببالك تتركها ولا تضرك. نعم.